السلام عليكم. أوكرانيا بدأت بالتحرك والتخطيط بشكل خطير لتوجيه ضربات مباشرة إلى العمق الإيراني وإلى عمق دول أخرى. هذا كله نشر بالتفصيل المهم للغاية وبتفاصيل مهمة للغاية من قبل The Guardian البريطانية يوم أمس، التي أكدت بأن هنالك وثيقة سرية قامت بإرسالها أوكرانيا إلى مجموعة الدول السبعة G7 الشهر الماضي. مكونة هذه الوثيقة من 47 صفحة وهي مرتبطة بالطائرات المسيرة الإيرانية، طائرات شاهد الإيرانية، الذي تحدثت عنه هذه الوثيقة بأن الطائرات المسيرة لا زالت من طائرات شاهد 136 وشاهد 131 لا زالت تتدفق من إيران إلى روسيا، ولا زالت روسيا تستخدمها على البنى التحتية الأوكرانية، وبأن الثلاثة أشهر الماضية استخدمت روسيا 600 طائرة من هذه الطائرات على أوكرانيا. لا بل إن المكونات الخاصة بهذه الطائرة هي مكونات قادمة من العديد من الدول الغربية، من ضمنها ألمانيا، هولندا، بولندا، ذكروا مجموعة من الدول، من ضمنها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، والحديث هنا عن كيانات أو شركات هي التي تقوم بإرسال هذه القطع الخاصة بهذه الطائرات. لا بل إنهم تحدثوا بأن المكونات الكهربائية في هذه الطائرات قد تعدت 50 قطعة من هذه المكونات في طائرتي شاهد 136 وشاهد 131 المفخخة، وكذلك أن روسيا وإيران تعملان على تطوير هذه الطائرة المسيرة ومن أجل توفير وتزويد هذه الطائرات بمحركات جديدة تجعلها أسرع، أخطر، وتستطيع من قطع مديات أبعد، وبالتالي هنالك عمل مشترك بين الطرفين. ليس هذا فحسب، بل إن إيران عملت على تنويع إنتاج هذه الطائرات، هي لم تعد تنتج هذه الطائرات مباشرة من الداخل الإيراني وترسلها إلى روسيا، لا أبدا، بل هي أيضا مكنت روسيا من عملية بناء هذه الطائرات وإنتاجها في جمهورية تتارستان في يالابوغا تحديدا. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن هذه الوثيقة ذكرت بأن هنالك مصنعا في سوريا يقوم بتصنيع هذه الطائرات أو قطع الغيار أو المكونات لهذه الطائرات وترسلها مباشرة بهذا الشكل إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي هنا بهذا الاتجاه. بالتالي يرسلون الطائرات أو المكونات لهذه الطائرات من سوريا، من مصنع في سوريا تحديدا، إلى نوفوروسيسك التي تحدثنا عنها، وفي روسيا يقومون بتصنيعها أو استخدام هذه الطائرات مباشرة على أوكرانيا. بالتالي تنوع في الإنتاج يعني صعوبة أكبر في اصطياد هذه الطائرات على المستوى العقوبات وغيرها. أي باختصار، أن هذه الوثيقة تقول للغرب بأكمله بأن العقوبات كلها التي فرضتوها على إيران وعلى روسيا وعلى الشركات المرتبطة بالطائرات المسيرة لم تأتي بنتيجة أبدا، وأن مسألة إنتاج هذه الطائرات ستستمر. حتى أننا نذكر بأننا كنا أمام العديد من التقارير مؤخرا في الثلاثة أشهر الماضية التي تحدثت بأن إيران الآن لديها إمكانية في صناعة هذه الطائرات المسيرة، حتى وإن كانت كل هذه القطع لم تعد تصل إلى إيران، لأن إيران تمتلك قدرة الهندسة العكسية، وبالتالي تستطيع مباشرة بصناعة هذه القطع من دون أي مشاكل، وبناء هذه الطائرات لن تتوقف أبدا. على هذا الأساس، من ضمن هذه الوثيقة السرية التي أرسلتها أوكرانيا الشهر الماضي إلى مجموعة الدول السبع، طلبت أوكرانيا ببساطة بأن عليكم بتزويدنا بصواريخ بعيدة المدى، وسنستخدم هذه الصواريخ مباشرة لضرب العمق الإيراني وضرب المصانع ومصانع الطائرات المسيرة في إيران، وسنضرب كذلك المصنع الموجود في سوريا، وأيضا سنضرب مصنع الطائرات المسيرة في يالابوغا الذي بدأ بإنتاج هذه الطائرات المسيرة، في تطور خطير وفي طلب خطير للغاية من الجانب الأوكراني لحلفائهم من الغرب، وهذا ما ذكر في الغارديان البريطانية. وفقا لوثيقة سرية أرسلتها كييف إلى حلفائها الغربيين، دعت فيها إلى استخدام صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة مصانع الطائرات المسيرة في روسيا وإيران وفي سوريا، وأضافت الآتي:
يمكن لقوات الدفاع الأوكرانية تنفيذ ما ورد أعلاه إذا قام الشركاء بتوفير وسائل التدمير اللازمة. وهذه قد تكون أخبار غريبة للغاية وطلب غريب بأن أوكرانيا تذهب لتستهدف هي بنفسها وتهاجم العمق الإيراني وتهاجم العمق السوري، ولكن علينا ألا نستغرب أبدا. فمؤخرا كان هنالك تقريرا قد صدر من قبل CNN الأمريكية أكدت من خلاله بأن القوات الخاصة الأوكرانية بدأت بتنفيذ مهام في الداخل السوداني على قوات الردع السودانية التي هي قوات الردع السودانية تحديدا، وهي القوات المدعومة من قبل طبعا فاغنر الروسية بكل تأكيد. وبدأت تنفذ هذه القوات عمليات في الداخل السوداني، وكانت هنالك لقطات أساسا كما تلاحظون للطائرات المسيرة التي استخدمتها أوكرانيا على هذه العربات لقوات الرد السريع السودانية المدعومة طبعا من فاغنر بهذا الشكل. وطبعا بررت CNN هذه التفاصيل الاستخبارية الخطيرة بأن الطائرات المسيرة هي غير موجودة في السودان، الطرف الوحيد الذي يمتلك هذه الطائرات المسيرة ويستخدمها بهذه الحرفية هي أوكرانيا بنفسها، وطبيعة الاستخدام وطريقتها من إطلاقها من استهدافها الأوكرانيين موجودين في هذه العملية. وبالتأكيد تمرير مثل هذه المعلومة يعني كثير، بالتالي أوكرانيا موجودة وتقوم بالعمليات في السودان، فما بالك إيران أو حتى سوريا أو غيرها. بالتالي علينا ألا نستغرب الكثير، ولكن هل الغرب سيسمح لأوكرانيا بالذهاب إلى هذه أو إلى هذه المرحلة من الاستهدافات؟ بالنسبة لأوكرانيا هذه مسألة مهمة للغاية وخطيرة للغاية، لأن الطائرات المسيرة كما تحدثت هذه الوثيقة الشهر الماضي تبين بأنها دقيقة للغاية، وبأن إيران أعلنت كما تلاحظون في اليومين الماضيين عن تطوير طائرة شاهد 136 المفخخة فعلا، وظهرت بمقطع مصور وأكدوا بأن هذه الطائرة الآن تمتلك محركا مختلفا وأصبحت صاحبة قدرات أعلى. كما تلاحظ هذه صورة قديمة لهذه الطائرة، لهذا المحرك الذي ترونه هنا اختلف تماما وأصبح المحرك مختلف والمحرك أصبح نفاثا، وهذا يجعل هذه الطائرة طبعا أصبحت يعني هي غير قادرة، ولم تعد هذه الطائرة تصدر أي صوت مثل الأصوات التي كنا نسمعها وأصبحت شهيرة للغاية كما تسمعونها الآن. طائرة شاهد 136 هذا هو الصوت الخاص بها أساسا، ولكن الآن مع هذه المحركات أصبحت كاتمة للصوت، أصبحت الطائرة أسرع بكثير، وبالتالي تشكل تحديا كبيرا للمضادات الجوية في عملية اصطياد هذه الطائرة. ولكن في نفس الوقت هذه تشكل أيضا مشكلة على هذه الطائرة، لأنها ستصرف المزيد من الوقود طبعا، تستهلك المزيد من الوقود وبسرعة أكبر، وهذا يعني بأن مدى الطائرة قد تأثر، ولكن هو يعتبر تحول كبير وخطير على الأوكرانيين، سيواجهون مشكلة كبيرة في الفترة القادمة مع دخول هذه الطائرة إلى الخدمة إذا ما ظهرت طبعا ضدهم في الداخل الأوكراني. وأيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن الأوكرانيين الآن لديهم مشكلة مع قضية قرار 2231 قرار مجلس الأمن الدولي الذي يأتي من ضمن الاتفاقية النووية الذي وقع طبعا في عام 2015، وأصدر هذا القرار في عام 2015 يضع قيودا على الصواريخ الإيرانية ويضع قيودا أيضا على الطائرات المسيرة التي يصل مداها إلى أكثر من 400 كيلومتر. هذه الطائرة التي نتحدث عنها يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وبالتالي هي فيها مخالفة كبيرة إرسال هذه الطائرات بهذا الشكل السري من قبل الجانب الإيراني، وإيران لا زالت تخالف هذا القرار، خالفته الآن مؤخرا بإطلاق هذا القمر الذي ترونه وهو قمر نور 3. الحرس الثوري الإيراني أطلق هذا القمر الصناعي الذي ترونه بهذا الشكل، والذي هو يعتبر طبعا من ضمن الصواريخ العابرة للقارات ويدخل في التطبيقات طبعا العسكرية والبالستية والصواريخ التي نتحدث عنها، وبالتالي هذا يعتبر مخالفة لهذا القرار الذي تحدثنا عنه. أطلقوا هذا الصاروخ بهذا الشكل، وحسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قال الآتي: سيوفر القمر الصناعي جديد صورا أكثر دقة من سابقاتها، مما يمكن الحرس الثوري من تلبية احتياجاته الاستخباراتية عبر جمع الصور والبيانات. مشكلة حقيقية وكبيرة مع اقترابنا من انتهاء صلاحية هذا القرار 2231 في 18 من أكتوبر، لذلك أوكرانيا تريد التصرف، والكونغرس الأمريكي بدأ يأخذ خطوات ليس باتجاه إدارة بايدن فحسب، وإنما باتجاه الدول الأوروبية.
الكونغرس الأمريكي وتحديدا مجلس الشيوخ الأمريكي تحركوا وأرسلوا رسالة يوم أمس إلى دول الإي 3 التي ترونها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وجويش إنسايدر هي التي فردت في نقل هذه الرسالة القادمة من الكونغرس الأمريكي من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وطلبوا من هذه الدول الأوروبية بأن عليهم أن يتخذوا قرارات أو إجراءات، بعد هذه الإجراءات يجب أن تقف ضد انتهاء صلاحية قرار 2231 الذي تحدثنا عنه من أجل إيقاف إيران من البدء بإرسال الطائرات المسيرة بشكل علني والصواريخ البالستية لروسيا لتتطور بشكل كبير ضد الأوكرانيين. وهذه تعتبر مسألة مهمة لأن من أرسلوا هذه الرسالة كما تلاحظ فيهم الكثير من الديمقراطيين، وهؤلاء الديمقراطيين من ضمنهم هنالك من هم ساندوا الاتفاق النووي مع إيران، الآن هم يطالبون بأن يكون هنالك إجراءات وضغط على إيران كبير للغاية. وطبعا خبراء مهمين في الجانب الإيراني أو مختصين في المسألة الإيرانية تحديدا مثل جيسون براتسكي كان قد تحدث بأن الطريقة الوحيدة للضغط على إيران ولجعلها تتوقف من فعل كل ما تفعله الآن من مخالفات وغيرها وطائرات مسيرة كما نتحدث الآن هو تطبيق العقوبات القصوى على إيران السناب باك، وهذه العقوبات هي نفسها العقوبات التي فرضها ترامب عندما انسحب من الاتفاقية النووية، وبالتالي وضع إيران في ضغط هائل للغاية من الجميع وليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية. وهو وجد أيضا بأن هذه الرسالة المرسلة من الكونغرس الأمريكي تعتبر أيضا رسالة كبيرة لبايدن، لأن هنالك من يدعمون الاتفاقية النووية الآن يريدون إجراءات من أوروبا تجاه مسألة الاتفاقية النووية وهذا القرار الذي تحدثنا عنه الآن. والولايات المتحدة طبعا مستمرة في فرض العقوبات في مسألة الطائرات المسيرة، الخزانة الأمريكية كانت قد أصدرت يوم أمس عقوبات على أفراد وكيانات في العديد من الدول في إيران في الصين وكذلك في تركيا وحتى كيانا موجود في الإمارات العربية المتحدة مرتبطا ومتورطا في مسألة إرسال الطائرات أو قطع الغيار الخاصة بالطائرات المسيرة إلى الجانب الإيراني. ولكن هل هذا كافي؟ بالنسبة لأوكرانيا هو ليس كافيا أبداً.